عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. قد منا روحك؟ أنا اسمي محمد من ولاية باجة، أصلي من ولاية باجة، ما أنا نسكن في تونس ونخدم هوني معناتها. وليلة مهم صرت كشفت على حاجة باهية عندي. هي شنو؟ هي حاجة باهية معناتها روحانيات، تنجم تداوي العباد، تنجم حاجة باهية معناتها مش تضر ومش تعملش حاجات خايبة، تنحي الحاجات الخايبة والحمد لله يا ربي، معناتها حاجة كرمي بها الله سبحانه. الحمد لله. وقتاش اكتشفت هالحاجة هذي في روحك؟ شنو الموقف اللي صار باش خليتك يعني تكتشف؟ صار لي غلط معناتها، دخلت حاجة في ثنية حرام معناتها، قالت خلقت برشا، روحي دخلت بعدي برشا، جيت نشوف خاطر عندي حاجة باهية، ما نجزمنيش نخرج على طاعة ربي، نجزمني نصلي ونعمل حاجة ديما نظيف وطاهر والحمد لله يا رب. واكتشفت وبديت نتعامل معاه معناتها الحمد لله. شكون؟ أمي معناتها روحانيات والحمد لله يا رب. ونجم أنا نقدر نداوي العباد ونجم بالقدر، ما أنت مش شرطي ما نطلبش الفلوس. شنو الطريقة اللي تعاون بها العباد؟ ما أنت يجي نداويه والحمد لله، ما أنت وليت تعرف كتب من ربي، ما أنت الحمد لله يا رب. بقدرة ربي ما أنت ما زالوا لي شهيرين ونبدأ نجم نداوي على روحي والحمد لله يا رب. أنت قبل ما تبدأ معنا الحوار قلت لي لازمني نشاور شكو. لا هذيك امور اخرى، هذيك ايه عندي شكون ما امور اخرى، النجم نشوف روحي ونشوف كل شيء مع شكون تشاورت؟ مالغري لاش بالتليفون ولا نشاور؟ عندي استخبار نشاور روحي، نشوف منا نشوف، عندي حاجات لازم نحكي معها. مع شكون؟ لا ما نجمش نقول، هذه امور سريه، امور خدمه، هذه قدرة ربي، ان شاء الله ربي يوجهني خير، ربي يكرمني بهم والحمد لله يا ربي، ما انت خير ونعم. ما ندريش على روحي انا جيني منامات وبرش حاجات وحاجه تحس بها معناتها، وثم حاجات وثم انسان نعرفه انا والمريض انا ولبس عليه انا وعنده وهم انا وعنده قرين ولا عنده مس، وثم اللي عنده سحر واللي عنده برش حاجات. في وقتنا ذا الناس الكل تعمل، ما انت اشترى ما زلت تعمل في السحر، ما زلنا في وقت الجهل. سي فري، ما فما معناها فما برشا سيحي امنوا بالحاجات هذو، وفما ناس بقليلة ما تأمنش. فما ناس ما تأمنش راه بالحكاية هذي، فما ناس تأمن بالعلم مثلا، فما ناس تأمن بالعلم، ما هذه موجودة في القرآن. ما سفري موجودة لكن مش بالطريقة اللي قاعدين نسمو، سحر أسود وجن عاشق وبرشا حاجات أخرى. يعني أنت إنسان كي يمرض، ما أنت يمرض يولي عنده جن ولا يسيدو، ما أنت يضربو مس نقولونا، يصير عنده حياته تعكر، حياته تقلب بالف درجة، ما أنت يكون مريض نفسي مثلا. إيه هما إيش يعملوا؟ هما يمشوا على المرض النفساني يرى، هما يلعبوا على الأعصاب ويعكسوا الدنيا، يرقدوه الطب ما تفهمش، إيه الطب ما تفهمش اللي هو مريض نفساني، هو اللي زيد كي تعطيه أنت الدواء زيد يتقوى وزيد يتشنج أكثر وزيد يمرض أكثر وزيد حالته النفسية تعكر أكثر، وما يداويش بالطب، ما يداويش قد ما تعطيه حراب، قد ما تعطيه زريرق، وواحد راه ما يداويش، أموره تزيد تتعكر أكثر ويتعب أكثر في حياته ويوصل حتى الإنتحار، ونجم يحكم عليه حتى الإنتحار. ونجم برشا شباب اندمر وبرشا بنات وبرشا عزيز، النجم راه تنجم حتى طفلة مثلا تبدا تغني في الواحد في بيت البانو نتاعها وكل شيء، تضرب بولار تكسره وهو يبدا ساك فوق البولار، رونا عايش ريت هما يعيشوا كيفنا نحنا، راهو يراهم يدوروا معنا كيفنا نحنا. ريت يدوروا معنا كيفنا نحن، تعيش حاجة ما تقولش بسم الله ولا حاجة يضربوك راه. معناتها يعيشوا على نحن وخلقهم ربي، نحن وخلقهم ربي من نار، مارج من نار ونحن خلقنا، معناتها يدوروا في ينجموا يدوروا معنا. إيه نحن ربي سبحانه خلق الداء والدواء، معناتها والحمد لله يا ربي خلق الداء والدواء. الحمد لله يا ربي كرمني بها ورحمته رحمن ورحيم، كرمني بها ولازم واحد يوصل لذيك باش يداوي العباد ويربح الأجر والحمد لله يا ربي. ومن ثم ناس تطلب الفلوس، ريت تفتقى يطلب الفلوس، راهو اللي يداوي بالشواطير راهو ما يربحش، راهو ما يداويش، راهو يزيد حالته تعكر ما يداويش، راهو اللي يداوي بالشواطير راهو ما يداويش،
روحانية تظن يكرمك بها ربي سبحانه وتعالى. ثم روحانيات وثم الجن اليهود وثم المسلم وثم ثم برش حاجات عالم آخر، عالم كيف اللي يعيشوا فيه عالم آخر. تعرضت للسحر ولا؟ تعرضت. أحكي لنا كيفاش؟ تعبت برشة، دخلت بعدي وليت هالو صليت ضربت 6 شهور من القدش، تعبت برشة، رقدت في الرأسي، دخلت وصلت حبيت نقتل روحي وعزيز، والحمد لله يا ربي مشيت شكون دواني ووصلني للحاجتي بيها ضم اللي عندي حاجات الباقيين، والحمد لله يا رب. أخي بحاجة، أخي بحاجة السحر، ونحمد ربي ونشكره. شكون اللي قام يعني بالسحر؟ قبل أو أقرب الناس لي صحيح عرفته أنا شكون، إما يا ربي وعرفنا الحاجة بيها بينه وبين الآخر. قديم نقول حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح تعبني برشا، مرضت برشا، تعبت نفسيني، خسرت معناتها فلوس ماي فلوس، رجعت في الصفر، أما الحمد لله يا ربي معناتها لاباس تو الحمد لله شكر لله ولاباس. كيفاش عالجت روحك؟ عالجني، مشيت لشكون عالجني؟ أنا مانيش باش نعالج وحدي، أنا لا نسمع قرآن لا نجم. معناها وصلت ما عادش تسمع قرآن؟ ما عادش نجم نسمع قرآن لا شيء، لا نحمل واحد مثلا يصلي يقعد بحذايا نعرفو تو، لا واحد نحولي خايبين وحطولي خايبين، والحمد لله يا رب. ربي نفخ في صورتي ولقيت شكون الباهي وداواني ووصلني لحاجتي بيه، وصلني لجماعتي، رجع لجماعتي الباهيين، والحمد لله يا رب. الحمد لله والشكر لله وبقدرة ربي، مازالولي شهرين و 17 يوم ونولي نتعامل معاهم وندي، والحمد لله والشكر لله والنعمة بالله. وانت معناها اكتشفت انك تنجم تعالج يعني اشخاص بعد تعرضك للسحر ولا قبل؟ بعد تعرضي للسحر بعد ما داوي. انا قبل كنت انتبع في عندي ما انت عرضت للسحر، وليت نحكي مع جماعه خايبين ونشوف فيهم وكل شيء وباتوا معايا وشكون، تعبت ما انت نفسيا الواحد. سامحني فما نقطه معينه احنا حكينا فيها في الكواليس، انه عندك اقاربك سامحني يعني اصحابك في بالهم اللي انت شخص متوفي توا، ديك حكاية ومشت على روحها. معناتها ما نحبش أنا نوصل، معناتها نحب الناس كل تنساني، نحب نبدا صفحة جديدة. احكي لي كيفاش صارت الحاجة هذه؟ يعني كيفاش أوهمت أشخاص يعرفوك قرب منك أنك توفيت؟ أنا في السبيطار ومعناتها سمعوا بي صحيحاتي تعبة وعلى الآخر على الآخر، معناتها ما خرجش من كل كذا ما يخرج، معناتها حالته تعبة وفمي أعوج وعينيه مقلوبة وفي غيبوبة، معناتها يقول لك ما عادش يعيش، معناتها كي يقوم تفقت من الغيبوبة ما طلع لي حد يقول كذا ما عادش يعيش. ذاك هو مشيت هكاك، ما عادش ما روحتش لبلادي واحد، بقيت نعيش في تونس والحمد لله. وتوا هما ماشي في بالهم اللي انت متوفي؟ نورمالمون هكاك والحمد لله. تو هذه حاجة تقلقك ولا؟ قلق والحمد لله لاباس. صحيحة بالنسبة للسحر يخليك معناتها تقرب لشكون، تحكي مع شكون، تخطب شكون. تعرضك للسحر تعبك برشا؟ ثمانية سنين وين راني. ما حاولتش تعالج نفسك هكا؟ مشيت للطبيب؟ مشيت للطب يعطيني معطيني دويات كل زرقني، مشيت سبيطار راسي رقدت فيها جمعة، زرق ما رقدتش، امي يزرقوا لي وانا الشيء يقوى علي، امي يزرقوا وانا الشيء يقوى علي. هل وصلت في لحظه ما اقتنعت انك مريض نفسي يعني؟ وصلت اي. هذه معناها حاجه باهيه. وصلت اقتنعت، اما شوفت فما شكون معناها يرفض انه هو مريض، ليه مانيش مريض انا لاباس. انا وصلت اقتنعت روحي انا مريض نفسي، مشيت عالجت ما تعالجش. هذه خطوه تسمى باهيه يعني؟ اي مشيت عالجت. صار العلاج انك تعرف روحك مريض. اما لقيت روحي ما نسمعش قرآن، انا كتاب قرآن كيدو محطوط حتى في الكهرباء ما فيق بيه. يعني ما ترتاحش كي تسمع قرآن كيما الناس الكل؟ خلق ولي في سنة أخرى تو نسمع عادي ونصلي والحمد لله يا ربي، ونقرأ قرآن وكل نهار نحس روحي نحفظ صورة وحدي ما خلي لك كلمة الختام. إن شاء الله الناس يهدها ربي من السحر وتبعد على معناتها من خاطر وربي يهدي مخلقك وكاهو يعطيك صحة بخير تبدا امين يا ربي. شكرا.